الفترة الأخيرة شهدت انفتاحا عربيا مقصودا أو غير مقصود، لكنه حاصل بحكم الأمر الواقع. مصر لها علاقات طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر لا ينكره أحد، لكنها في ذات الوقت لها علاقات توصف بالممتازة والاستثنائية مع روسيا، لها علاقة وصلت إلى حد الشراكة الاستراتيجية مع الصين، لها علاقة تعاون اقتصادي وتعاون عسكري استثنائي مع فرنسا، لها علاقات منفتحة مع دول البلقان، وزيارة الرئيس البلغاري إلى القاهرة لم تكن ببعيدة. كل هذا الانفتاح، ومصر تقول انها لا تستهدف بذلك اغضاب اي من الاطراف، وانما انفتاحا كاملا. دولة الامارات العربية المتحدة والسعودية ربما حدثا ذات الحد بانفتاح مقابل ايضا على روسيا وعلى الصين وعلى شركاء اخرين. هي المسألة تأتي في اطار استراتيجي، توجه استراتيجي من المنطقة على هذا النحو، ولا المسألة اتت بحكم الامر الواقع والضرورة وحدها هي التي اقتضت ذلك؟ هي اتت لكل هذه العوامل، واهمها الاستفادة من دروس وعبر الماضي. نعم. دروس الماضي، أنت حينما تكون رهينة لطرف واحد، طرف دولي واحد أو طرف إقليمي واحد، لن تكون حر الإرادة أو حر الحركة، وبالتالي ما طرأ من أزمات في المنطقة العربية ربما كان سببا ونتيجة لبعض السياسات الماضي والإنكفاء على الذات أو القبول أو القناعة بوضع البيض في سلة واحدة أو الارتكان إلى طرف واحد. التنوع في العلاقات شيء يعني إيجابي جدا، وبدأته مصر حقيقة، وهو شيء لا يلومها عليه أحد، ولأن كل هذه الدول التي ذكرت سيادتك كلها حتى القوى الكبرى تتنوع في علاقاتها مع دول العالم أجمع. الولايات المتحدة كدولة وروسيا كدولة والصين ودول الاتحاد الأوروبي كلها لها علاقات متشعبة مع بعضها البعض، ورغم بعض الاختلافات فيما بينها في مسائل أخرى بشأن كوريا الشمالية، بشأن التجارة مع الصين، بشأن المنطقة العربية، ولكن كلها تتنوع علاقاتها، بدليل أن يعني الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران وخلافه المرحلي أو التكتيكي مع الاتحاد الأوروبي الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة لم يجعل دول الاتحاد الأوروبي تنهي أو تضحي بعلاقاتها مع الدولة الإيرانية، وبالتالي تنويع العلاقات بين الدول العربية وبين العالم الخارجي هو في نظري وسيلة ناجعة لمزيد من استقلال الإرادة ومزيد من حرية الحركة.